بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستقبل الوطن. ما الأسباب الحقيقية وراء ترحيل المئات من أبناء المحافظات اليمنية من عدن؟ وما موقف الحكومة اليمنية من هذه الإجراءات التي تؤثر كما يرى مراقبون على ما تبقى من النسيج الاجتماعي؟ وكيف يمكن أن يساهم الجميع في ترسيخ الأمن وتعزيز أواصر المواطنة والعيش المشترك؟ متطلبات ترسيخ الأمن وتعزيز أواصر المواطنة والعيش المشترك موضوع حلقتنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل الوطن، والذي أناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو المهندس علي المصعبي، أمين عام حزب جبهة التحرير ورئيس مجلس أبناء بيحان. مرحبا بك مهندس علي. أهلا وسهلا بك أخي. أهلا. كما أيضا معي من عدن الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. مرحبا بك أستاذ عبد الرقيب. مرحبا على كل حال بضيفي الكريم. أهلا وسهلا. سنبدأ معكم ومع مشاهدين الكرام بمتابعة هذا التقرير مشاهدينا، ونبدأ نقاشنا مع ضيفينا الكريمين. تابع. من أخرجوا هم مخالفون للقانون يعيشون بلا إثبات شخصية، هكذا تقول جهة أمنية في عدن ردا على اشتعال وسائل التواصل الاجتماعي غضبا على إخراج المئات من أبناء المحافظات الشمالية من عدن. حديث الجهات الأمنية عن افتقاد المخرجين لأوراق إثبات الشخصية لا يلبث أن يأتي الرد عليه من قبل ناشطين وحقوقيين يقومون بنشر صور من تم إخراجهم، وقد تجمهر رافعين بطاقتهم الشخصية التي تثبت هوية كل شخص فيهم. يتحدث مدير أمن عدن عن تواصل الحملة الأمنية، فيتساءل كثيرون عن هدف الحملة ومدى وضوح معايير المستهدفين بها. وإذا كان حديث الجهة الأمنية واضحا في أن الهدف هو تأمين عدن، فإن المتسائلين من الإجراءات المتخذة لا ينفون اتفاقهم مع جهات الأمن في وجوب اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يؤمن عدن وسواها من مناطق اليمن. لكن مبعث الاستياء بحسب الناشطين هو أن تتم الإجراءات في إطار مناطقي وبشكل عشوائي لا يفرق بين متهم وبريء، وهو ما يؤدي في النهاية لتضرر الأبرياء الذين قصدوا عدن ليحولوا أسرهم. كما أن الخطأ المتعمد في الخطوات المتخذة سيصب في محصلته النهائية في خانة الانقلابيين الذين بدأوا في استغلال الحدث من خلال الحديث عن عدن بوصفها واجهة للمناطق المحررة التي ستطرد الآخرين وفق معايير ضيقة. يلتقي الجميع إذن في وجوب تأمين عدن، لكنهم يفترقون في صوابية الإجراءات المتخذة ومدى خدمتها لهدف التأمين. وإذا كانت الإجراءات المتخذة مجرد بداية كما يقول ناشط الطرفين، يصبح لازما حسم الأمر والبت من قبل الحكومة الشرعية في الإجراءات المناسبة اتخاذها، كي لا يجد البعض في الحدث فرصتهم للاصطياد في الماء العكر. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأعود لأجدد الترحيب بالمهندس علي المصعبي أمين عام حزب جبهة التحرير ورئيس مجلس أبناء بيحان. مرحبا. أهلا وسهلا. وأيضا الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني من عدن. مرحبا بك سيد عبد الرقيب. ولو أبدأ مع المهندس علي المصعبي، هذا الموضوع وهذا الحدث أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع علق ابتداء من رئاسة الجمهورية وإلى أبسط مواطن. ما الذي دفع لعمل مثل هذا الإجراء؟ والله أنا أعتقد أنه عدن بعد عملية تحريرها من قبل الحوثيين، أعتقد أنه عانت الكثير من الاختلالات الأمنية، وعانت الكثير من الإشكالات التي هي بدفع مسبق من كل من لا يريد لعدن أمنها أن يستقر، سواء كان من قبل الحوث التحالف الحوثي العفاشي أو أي قوى أخرى لا ترغب في أن تعيش هذه المدينة في هدوء وسكينة. وبالتالي حدثت اغتيالات على مستوى المحافظ، تم اغتيال المحافظ جعفر رحمه الله، تم اغتيال كثير من الكوادر ومن الكفاءات المتواجدة في عدن التي هي ضمن إطار التحالف، التي هي ضمن إطار الشرعية، وهذا أمام مرأة ومسمع من الجميع. لنقول أن هنالك حربا شنت حول
عدم استقرار عدن. بالتالي هذا الأمر قد يكون هو أحد الأسباب الرئيسية لقيام مثل هذه الحملات. أنا حقيقة كنت أطالب قبل يومين أو يوم وليلة على أساس أنه إدارة الأمن في عدن يجب أن تتحمل مسؤولياتها وأن توضح لنا الحقائق، لأنه أخي العزيز أنت تعلم مواقع التواصل الاجتماعي، على فكرة عفاش والحوثيين خسروا في الميدان، وأنا بقولها الآن وأمام العالم أجمع بأن يتظاهر بالنصر في الكويت وينتصر كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي تلك التي أحسن توظيف أولئك الإمعات، أولئك من يثيرون النعرات، أولئك من يثيرون القضايا التي تمس وحدة الشعب. يعني أنت تقصد أن الذين انزعجوا من هذا العمل هم أنصار عفاش فقط؟ أنا أقول أن من يحاول أن يستغل هذا الأمر، أنا لست أنكر الإجراءات، الإجراءات اليوم تحدث عنها، واسمح لي أن أعطيك بعض المقتبسات من البيان الذي صدر عن إدارة سنناقش بالضبط يعني. إذن بالمجمل يعني هذه الإجراءات أنت تراها مهندس علي المصعبي أنها تصب في صالح ضبط الأمن في داخل المحافظات الجنوبية وبالتحديد بعدن، يعني مدينة عدن. طيب اسمح لي هنا أشرك معي الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. أهلا وسهلا سيد عبد الرقيب. أيضا أنت أحد أبناء هذه المحافظة، أبناء المحافظات الجنوبية بشكل عام، تابعت هذه الحملة، في أي سياق تقرأها؟ بداية التحية لك أخي مختار ولضيفك ولمشاهدي القناة. ما لا نختلف عليه جميعا أننا جميعا مع أمن عدن، أمن عدن، استقرار عدن، هدوء عدن، سكينة عدن، هو مكسب لنا جميعا. وبالتالي يجب علينا أن نفرق بين دعمنا ومباركتنا وتأييدنا لإجراءات أمنية تحقق الصالح العام للمواطن في عدن، وبين تصرفات غير مسؤولة ليس لها علاقة بأمن عدن ولا باستقرارها. نتحدث عن ترحيل مواطنين يمنيين وهم يخدمون عدن منذ عشرات السنين، لديهم أسر في عدن، لديهم أناف، لديهم منازل، مواطنون أصيلون. نتحدث عن ترحيل لا يقره قانون ولا عقل ولا منطق ولا شريعة ولا دين. وبالتالي سمعنا هذه الضجة في وسائل التواصل الاجتماعي من كل الأطراف باعتباره عمل مستهجن غير مقبول لا يعبر عن عدن. عدن هذه المدينة الحاضنة للثقافات، للأديان، للأجناس، لا يمكن أن تقبل من مارس هذا الفعل هو أسائل عدن، لم يخدم عدن، لم يقدم شيء لأمن عدن. أن ترحل مواطنين لهذه الطريقة لم يخدم عدن المقززة. الفكرة أستاذ عبد الرقيب أنه هذه الإجراءات كلها لحفظ الأمن في عدن، كيف لا يخدم الأمن في عدن؟ كيف تخدم أمن عدن يعني بهذا الإجراء الذي يشوه سمعة عدن، صورة عدن في وجداننا، شخصية عدن المتحضرة، عندما تأخذ مواطنين وتطردهم إلى خارج الحدود تحدث عن أمن عدن. اليوم المشكلة رئيس الجمهورية أدام الحادثة، رئيس الحكومة أدام الحادثة، جميع الإعلاميين، الصحفيين، المعتبرين، السياسيين في عدن استنكروا الحادثة. طيب. لا أحد. أنا أبقى معي أستاذ. قبل قليل ترى صدر بيان للشيخ بن شعيب رئيس الهيئة الشعبية الحراك الجنوبي اعتبره. طبعا هناك فارق بسيط ما بين حديثي ووصول ايضا الصوت من قبلك الينا، وبالتالي سنعاود سريعا الاتصال بك حتى تنضبط هذه المساله. اعود الى المهندس علي المصعبي فيما يتعلق بالنقاط التي ذكرها الاستاذ عبد الرقيب، واهمها انه انت تتعامل مع المئات، يعني مع المئات تم ترحيلهم في خلال ساعات.
أولا أخي العزيز، أنا من أجل أيضا أن أكون منصف ومن أجل أن نسجل موقف للحق والحقيقة يعني حول الأمر برمته. إحنا في الأخير لسنا جزء من الشرعية، ولكن أيضا جزء من التحالف ضد المشروع، ضد المشروع الحوث عفاشي. وما جرى هو في إطار أيضا يصب في إطار إدارة تتبع الشرعية أخي العزيز، ولا تتبع فضاء آخر. ولكننا نقول إن تم ترحيل مواطنين يحملون هوياتهم فعلى إدارة أمن عدن أن تتحمل المسؤولية، وهذا أمر نقوله بكل صراحة وبكل أريحية إرضاء لضمائرنا. وإن كان من تم ترحيلهم لا يحملون هوية سواء كانوا جنوبيين أو شماليين، فإن هذا إجراء قانوني يحق لإدارة عدن أن تتخذه. نقطة متزنة. هذا جانب أخي العزيز. نقطة متزنة، دعني أناقشك فيها قليلا. هناك صور الآن تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات تم أخذها واحتجازها في أماكن. هذه الصور تقول أنها لأناس تم احتجازهم وترحيلهم، يرفعون صور البطاقة الشخصية لديهم، كيف تعلق على هذا؟ والله التعليق من خلال التحقيقات، يعني إدارة أمن عدن حقيقة أصدرت بيان وطالبت هي بنفسها قبل أن تطالب من أي جهة أخرى بأن عدن مفتوحة، إدارة الأمن مفتوحة لكل منظمات حقوق الإنسان، لكل المنظمات الدولية كانت أو الإقليمية المختصة للمجيء والتأكد من صحة وسلامة هذه الإجراءات. وبالتالي أنا لا أعلق موقفي بناء على صورة أتت من 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 من, من, من مجموعة كانت، أم هل أنا كنت حاضر؟ هل الصورة هذه التقطت في نفس الحدث؟ هل الصورة هذه التقطت قبل؟ يا أخي العزيز، للأسف الشديد أننا في إطار حرب مع الحوث العفاشي، وكنت أتمنى أن تلك الجهات أو الأحزاب أو المجموعة التي تشن حملة على أمن عدن، بالرغم من أننا نقول للحق حق وللباطل باطل وللصح صح والخطأ خطأ، كنت أتمنى أن يكون هذا الحماس على الحوثيين وعلى العفاشين. لا، أنا أقصد لا يمكن التقليل. أنا أقصد معلش لا تقاطعني. لا فقط على أساس هذه النقطة أستاذ علي، وأنا لا أريد أن أقاطعك. أنت تعتقد أن الذين يدافعون الآن عن هذه القضية ليسوا متحمسين مع الشرعية ومع الحوثي؟ أنا أقصد أن مسألة تهويل الأمر يا أخي العزيز، هنالك يعني خلنا نقول وكأن الموضوع كأن في قضية فصل عنصري، وكأنه في إشكال. يا أخي، نص عدن أن تعرف والكثير يعلمون أن نص سكان عدن ينتمون للمحافظات الشمالية، والأمر فعلا لا يجب هكذا نقول، لا يجب أن ينظر من منظور شمالي وجنوبي، من منظور عنصري بالضبط، لأن هذا الأمر لا توجد لديه أرضية حقيقية في عدن لمن يعلم طبيعة الأمر هناك. دعنا نناقش الموضوع أيضا بهدوء أيضا أكثر. هل عاد معي أستاذ عبد الرقيب؟ نعم. أستاذ، سأتي إليك أستاذ عبد الرقيب. أستاذ علي، عندما تقوم الأجهزة الأمنية بشن حملة مداهمات على منطقة معينة وتقوم باحتجاز 800 واحد تقريبا، هكذا تقول الإحصائيات حتى الآن، أنه 800 واحد هم الذين تم ترحيلهم من بعد العصر حتى آخر الليل أو منتصف اليوم الثاني، تعتقد أن هذه الحملة مشت وفق الأطر القانونية؟ والله لو يمسكون 1000 في سلامة في الحفاظ على قطرة دماء واحدة ما عندي إشكال فيها. أنا أسألك سؤال، هل هي قانونية؟ أنا أقصد لك أنه هنالك إجراءات. نعم، هل هي وفق القانون؟ أنا أقول لك يعني أم مخالفة للقانون؟ أنا أريد أفهم. أنا أولا لست رجل أمن، ولكن في حقيقة الأمر ندرك تمام الإدراك أن هنالك قرار أتخذ. القرار هذا سواء ضم 10، سواء ضم 100، صحيح، سواء ضم 500، سواء ضم 800، يا أخي العزيز، الإشكالية التي يعيشها البعض أننا ضمن خلال 33 سنة لم نعش يوما دولة نظام وقانون. تمام. الآن وهنالك أسر، وهنالك أسر إلى اليوم منذ ظهور عفاش إلى الآن لا تمتلك هوية، ولا تعرف ما معنى الانضباط، ولا تعرف ما معنى النظام والقانون. المجتمع في عدن يختلف أخي العزيز، وهذا أمر يدرك الجميع. دعنا نعود إلى حتى نمشي بناء على الإجراءات الرسمية. أنت الآن أمام دولة وأمام شرعية في داخل عدن، أنت تؤكد على أنها تحترم القانون وتحترم الدستور وتحترم أيضا الإجراءات حتى الدولية، بالضبط. هل ما جرى كان وفقا للقانون أم مخالفا للقانون؟ هذا السؤال يوجه للإدارة التي من وجهة نظرك. أنا أمامي الآن بيان من قبل هذه الجهات المختصة تحدد فيها أنها لم تخرج
عن إطار النظام والقانون، وبالتالي وتحدد أيضا أن الهدف من هذا الإجراءات هو حماية المواطنين بكاملهم، حماية المواطنين في عدم بغض النظر عن، وذكر في بيانهم بغض النظر عن العرق أو الجنس أو العنصر أو الانتماء. وبالتالي أنا أبني على على على, على, بيان على, على بيانهم. ولكن 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 نقول إذا كان هناك من تجاوزات، وهذا أمر يحدث في أي بلد، هم عرفوا على أنفسهم قبل أن نحاكيهم نحن، وقالوا أن صدورهم مفتوحة للمنظمات أن تأتي، لجهات معينة أن تأتي لكي تتدارك الأمر. جميل. أخي العزيز، هنالك إشكال أنا أتمنى توضيحها من خلال قناتكم، وأنت يا أخي العزيز مختار يعني كانت لنا وقفات معك في عدة لقاءات يعني، وكنت من أروع الشباب الذين فعلا نجد أنهم يؤمنون بمنطق الرأي والرأي الآخر. وقناة سهيل كذلك نحيي كل التحية على كل الجهود التي تبذلها بغض النظر عن بعض الخلافات الفكرية أو أمور من هذا القبيل. ولكننا نقول في حقيقة الأمر أخي، أنا من أجل أن يكون موقفنا واضحا وصريحا، أنا ضد التوظيف، صحيح، ضد تحويل الأمر إلى مسألة شمال جنوب، وأي طرف إن كان يؤجج المسألة فهو ضد عدن. وأنا سأقولها بكل صراحة، هنالك أطراف حزبية للأسف شيء تنتمي أيضا للشرعية، وهي بدافع العاطفة قد يكون، بدافع الانتماء قد يكون، تحت أي دافع كان، يجب أن يكون شغلنا الشاغل التخلص من عفاش ومن أموره، وليس عفاش في عدن، صحيح، حتى يكبر من حجم القضية. أعود إليك أستاذ عبد الرقيب، يعني القضية لا تحتاج إلى تكبير ولا تحتاج إلى تهويل. ما يجري حسب أيضا ما يشير هنا الأستاذ المهندس علي المصعبي بأنها تأتي وفق سياق تقوم به السلطة المحلية أو اللجنة الأمنية بمعنى أصح، والتي أكدت على أن جميع أبناء محافظة الشمال متواجدين في عدن حسب البيان حاليا، ومن من سابق من السابق ويعملون كأبناء عدن، وطالب الحقوقيين أيضا والمنظمات الإنسانية بالنزول إلى الميدان ورصد مثل هذه الانتهاكات. يكفي، كيف تعلم؟ أخي مختار، أخي علي، أنا أريد أولا أن نتفق، بيان اللجنة الأمنية التي صدر وتعاملنا معه جميعا ونشرنا، هو ذاته يتبرأ من العملية، يتبرأ من الحادثة، يتبرأ من عملية الترشيل، لم يقرها. علينا أن نعترف أن عدن تعاني من مشكلة إدارية، وهذا معروف، ونحن أبناء عدن، نحن نعيش هذه التفاصيل. في عدن مشكلة إدارية، في تعدد سلطات متضاربة، في تعدد قيادات، في تعدد ميليشيات، في تعدد كتائب. عندما سألنا محافظ عدن عن اقتحام منزل وكيل جهاز الأمن القومي، قال لا يعلم، مدير الأمن لا يعلم. إذا نحن أمام إشكالية إدارية في عدن. هؤلاء الشباب الذين يديرون الملف الأمني اليوم جاءوا من خلال المقاومة التلقائية الشعبية وأنجزوا مهام التحرير، ولكنهم اليوم أمام واقع أمني لم يتعودوا عليه، ليسوا استراتيجيين، ليسوا بتلك المهارات حتى التعامل مع الوضع الأمني. وبالتالي بيان اللجنة الأمنية في عدن الذي صدر اليوم هو يتبرأ من هذه العملية، ولكن لا يجوز لنا أن ننكرها. لا يوجد من ينكر الخطأ يعني، إلا أسمع الأستاذ علي، الخطأ مدان وأدانه الجميع، جهات رسمية عليا وحكومة والهيئة الشعبية للحراك وصحفيو عدن وإعلاميوها ووسائل إعلامها أنكروا الحادثة فادحة، كارثة يعني لا تمثل عدن ولا تخدم الأمن ولا تخدم الشرعية ولا تخدم أهداف تحرير عدن وأمنها بهذه الطريقة. ليس لها مستند قانوني ولا عرفي ولا ديني ولا عقلي، وبالتالي عندما أثيرت الضجة لأنها خارجة عن الفطرة لن يقرها أحد، وبالتالي بيان الأمن اليوم إيجابي. البيان تصفه بأنه بيان إيجابي لكنه يتبرأ من الحادثة. أما خلق التبريرات أو محاولة التبرير لها أو إنكار الحادثة وقعت والصورة لا تكذب، صورة البطاقة في يد المواطن لا تكذب. لماذا أستاذ عبد الرقيب باختصار لا يتم استغلال هذه الدعوة التي أطلقها يعني اللجنة الأمنية وإنزال حقوقيين ومنظمات للنظر في هذه القضية باختصار سريع؟ فعلا البيان إيجابي، وبالتالي تعاملت كل وسائل الإعلام مع هذا البيان، وستنزل وستفعل هذه القضية حتى لا تتكرر.
وضحت. إذن هذه أيضا دعوة من لجنة اللجنة الأمنية العليا من محافظة عدن للمنظمات وللحقوقيين للتحقق من هذه النقطة، وهل من تم ترحيلهم كان بهوية أم لأنهم فاقدي الهوية. أعود هنا إلى المهندس، معلش خلني أعقب شوية، سأعطيك المجال لتعقب، لكن من أهم النقاط اللي ذكرها الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني وهو أن رئيس الجمهورية ليس موافق على هذا الإجراء، رئيس الحكومة أصدر بيان وعاتب السلطات المحلية وحملها المسؤولية وعلى رأسها محافظ عدن ومدير الأمن مسؤولية ما جرى، وقال أن للمواطن اليمني حق العمل وحق السكن في أي منطقة وهذا كفله له الدستور. إذن أيضا وزير الخارجية المخلافي ورئيس وفد التفاوض قال أن هذه مثل هذه الإجراءات تضعف وفد الشرعية في اليمن والمفاوضين الذين يجلسون على طاولة الحوار. الكل ليس مع هذا التصرف. والله يعني حقيقة أخي العزيز ماذا أقول، أنا الدكتور عبد الملك المخلافي أحترمه كثير، ولكن أيضا أحب أن أذكر أن من أضعف وفد الشرعية هناك وموقفه السلبي تجاه القضية الجنوبية عندما تحدث مبعوث الأمم المتحدة وقال بأن القضية الجنوبية سيتم مناقشتها في وقت لاحق مع قيادة الحراك الحقيقيين، وهذا الأمر هو من أضعفها وليس الإجراءات. يعني ما يحدث انتقاما لوزير الخارجية من وزير الخارجية؟ لا لا، كيف لا أفهم حديثك؟ لا أنا أقصد أن تتحدث بأن قال أن هذا الإجراء هو التصريح، وأنا رددت عليه بأن ما هو الموقف الذي أضعف موقفه، هو كان لا هذا لم يضعف معلش بالعودة هو مدرج على طاولة المفاوضات أيضا بالعودة يكون الكلام في مساره لا الصحيح. لا معلش يعني كلنا ما ننكر أن في كلمة الافتتاحية ليس في طاولة الحوار مهندس علي موضوع القضية الجنوبية، هذه موضوع آخر بالضبط. بالضبط. فأحببنا أنه ما كان يجب منها الاعتراض. بالعودة للأخ عبد الرقيب، أنا أتمنى يعني على الكفاءات الجنوبية والكفاءات في اليمن بشكل عام في إطرها الحزبية وانتماءاتها السياسية التي أيضا هو أحد فرسانها الإعلاميين، حيث يعلم تماما كما نعلم إلى أين ينتمي هو أستاذ العزيز أنيس منصور، فلا يجب استغلال للأسف شديد. لماذا تحاول أن تركز على حزب معين؟ أنا بقول لك الأمر، لأنه لماذا تحاول أن تحول الكلام لأن للأسف الشديد إخواننا في الإصلاح نحن نحبهم ونجدهم. عبد الملك المخلافي هل هو في حزب الإصلاح؟ أنا أتكلم لك، أنا أكلمك لأنك تحاول أن توجه الخطاب نحو حزب معين. لا أنا أقصد لك فيما يجب والكل يحترمك. أي جدا، هل عبد الملك المخلافي في حزب الإصلاح؟ أنا ما أتكلم. خليني أكمل أخي العزيز. أنا أولا كل الإجراءات، أولا الإجراء أتى من جزء من الشرعية، وأي ردة فعل في إطار أيضا جزء من الشرعية كقيادات عليا داخل الشرعية يجب أن تلتزم بها إدارة عدن، وأنا لست هنا مدافعا على أن كلام الرئيس خطأ أو كلام نائب الرئيس من السواب، ولكن معلش كلها معلش أنا أقول هذه الكلمة وأتركك المجال. ردود الأفعال كلها منسجمة مع قرار رئيس الجمهورية ومواقفه ومع الشرعية، تفضل أكمل. هذا موضوع خلاص بت فيه وبت فيه قيادة أمن عدم من خلال بيانهم، هذا أمر أنا أعتقد أنه فصل فيه ولم يخرج سياق بيانهم عن إطار التوجيهات أو التعليمات ومن أخطأ يجب أن يتحمل مسؤولية خطأ إذا كان هنالك خطأ طبعا. فبالعودة أنا يعني للأسف الشديد أننا لا نفرق أخي العزيز بين أننا بلد ديمقراطي يجب أن يمارس ديمقراطيته في ظل وضعه في ظل وضع ساكن ووضع طبيعي، لكننا الآن في حال الثورة أخي العزيز. يا أخي العزيز هنالك حملة للأسف الشديد من بعض الإخوان المحسوبين، أنا لا أتحدث عن الإصلاح، أنا الإصلاح أحترم كثير من قياداته ومرتبط بكثير من الإخوان في قيادته، لكن مثل بعض الأقلام التي للأسف الشديد تسيء بالهجوم. معلش خليني أكمل. تسيء بالهجوم خارج الموضوع. لا ما أخرج خارج الموضوع، لأن هناك حملة أخي العزيز، هناك حملة للأسف الشديد هي تخدم الحوت عفاشيين. أي حملة؟ هذه الحملة يتبناها حزب معين؟ أي نعم. أنت تقول هكذا أن هذه الحملة يتبناها؟ للأسف الشديد. أنا أحدثك يا أستاذ علي عن حملة استنكرها رئيس الجمهورية. أنا مستنكر أي إجراءات إذن كيف تقول أن هذه الحملة يعني يا أخي العزيز أنت بنفسك معين. معلش أنت بنفسك الآن تحدث أخي العزيز عبد الرقيب الهدياني وأنت مقتنع بالبيان بأنه بيان إيجابي، وهو قال لك بيان إيجابي ولكنه يعود برأيه الخاص ويعود ويكرر ويقول لك هذا تنصل وهذا مش عارف إيش وهذا. يا أخي العزيز أمن عدم مسؤولية جمعية،
وعلى الجميع أن يدرك أن الانتصارات التي تمت في 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 في, في عدن من خلال الشرعية، من خلال أيضا التحالف العربي، من خلال أبطال المقاومة الجنوبية التي لا يجب أن ينكر دورهم، هذا 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 أمر يجب أن نفتخر به جميع، ويجب أن يكون الانتصار هذا محسوب لنا جميع. يعني أقصد أن الانتصارات في عدن هي افترض أنها تكون عامل تحفيز لأبناء تعز يا أخي تتألم، ونحن لا نملك كل ما يحدث في تعز، لكل ما يحدث في كل المحافظات التي ما زال الحوث عفاشيين مسيطرين عليها. وبالتالي يجب على أقلامنا ويجب على أصواتنا أن تتركز صوب 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 صوب, صوب العدو الحقيقي. صحيح هنالك اختلالات، لا نقول أن يتم السكوت عنها، نحن من أوائل من يتحدث عن الاختلالات حتى في إطار الشرعية، بالرغم أننا من القوى المساندة لها إسنادا تاما، ولكننا نتجاوز. أخي العزيز، أنا هنا أمامك الآن، أقف أمامك المهندس علي المصعبي أمين عام حزب جبهة التحرير، ولأكثر من 8 أشهر أو 9 أشهر وأعاني جزء من تلك الممارسات التي قد تفسر أيضا بأنها عنصرية أو غير عنصرية، سواء في التسكين سواء في غيره. ولكن لدينا قضية أكبر، لدينا قضية أهم. أنا مش مشكلتي أنه لم يعطالي سكن أسوة بأنيس منصور، ومش مشكلتي أنه لم يعطالي أمر معين أو لم يتاح لجنوبي آخر من إخواني الأمر معين، لأننا لم نأتي إلى هذا البلد ولم نكن مع بعضنا البعض إلا لقضية أكبر. وعلينا بالتالي تجاوز تلك المسائل، وإن كان لابد من إشارة أو من نقد، يجب ألا تتعدى المسائل حدودها الواقعية، وألا توظف وأن نحولها إلى قضية رأي عام ومش عارف إيش وأمور من هذا القبيل، لأن هذا الأمر في حقيقة ممكن الأمر هو يخدم الحوثي وعفاش أكثر مما يخدم عملية النقد. طيب أستاذ عبد الرقيب، استمعت إلى كثير من النقاط التي ذكرها المهندس علي المصعبي هنا، ومن ضمنها أيضا أنه هذه عملية تهويل وأيضا توظيف لما يجري، كيف تعلق على ذلك؟ أنا أرجو من الأخ علي أن لا يشخصن المواضيع وأن لا يحوله إلى عبد الغني الهدياني أو أنيس منصور أو حزب فلاني. نحن نتحدث عن عدن، عدن مصلحتنا جميعا كمواطنين ننتمي لهذه المحافظة. ما هي الإجراءات؟ ما جميعنا رحبنا بالأخ المحافظ ومدير الأمن وندعم جهودهما لاستقرار عدن ولأمنها، ولا يمكن أن نكون إلا في هذا السياق وفي هذا العدد. وبالتالي الضجة التي حصلت لم تكن لسيار معين ولا للون معين، عدن كلها ضجت لهذا الفعل لأنه فعل خاطئ كل محليا ورسميا وشعبيا وحقوقيا وخليجيا، حتى كتاب خليجيون انتقدوا هذا الإجراء وطالبوا دول التحالف أن تضبط أعمالها أو مسارها في عدن. وبالتالي الضجة كانت طبيعية لأن العمل لم يكن طبيعيا، ردة الفعل كانت قوية وهي تلن عن إيجابية، عن صحوة، عن يقظة لهذا الشعب سواء في عدن أو في كل اليمن أو في كل أو في بقية وسائل الإعلام. وبالتالي العمل مرفوض ويجب أن يصحح. بيان إدارة الأمن في عدن كانت هذا السياق، أن هذا مرفوض، ونؤكد على التعدد ونؤكد على التنوع في عدن وحقوق أبناء المحافظات الشمالية نصارى وهم مواطنون. البيان إيجابي، ولكن ننتظر من الذي يعبث، نطالب بضبط العملية الإدارية في عدن حتى لا تنساق. طيب أنت تعرف أنت تعرف أن الوضع الأمني لا يسمح بمزيد من التصبر، أو حتى عملية الاغتيال اليومي، عملية التفجير لابد، والضغط المجتمعي الذي يطالب بحل لمثل هذه القضايا يدفع باتجاه تصرفات حاسمة من أجل استتباب الأمن في داخل المدينة. جميل، نعم، هو هذا حركة الإعلام، حركة ما ينتقد هذا حاليا. إذن قد يكون هناك تضرر، ولو قاطعتك في هذه النقطة، قد يتضرر مواطنون، قد تكون هناك أخطاء، لكن لا يعني أن هناك توجه من قبل السلطة المحلية في عدن إلى تهجير الشماليين كما يثيرها البعض. بالأخير لماذا البعض يصطاد في هذه النقطة؟ نحن لا نستغل الحادثة لنشنع بجهة معينة أو بفلان معين. ننتقد الخطأ كما هو، هذا خطأ يجب أن يصحح. نطالب الجهة المسؤولة وهي السلطة المحلية في عدن، نحن نطالبها، نتوجه إليها باعتبارها سلطة سنة، أن تصلح هذا الخطأ، وليس من باب المزايدة أو إثارة الرأي العام أو تكبير الحادثة واستغلالها.
وبالتالي انسجم بيان اللجنه الامنيه مع نطالب له ومع الضجه التي احدثها الشارع، وكلام رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه واللجنه الشرعيه للحراك الجنوبي التي اصدرت بيان واعتبرت الاجراءات الامنيه التي تحصل اليوم في عدن كارثه، هكذا يقول الشيخ بن شعيب، كارثه يجب عليها ان تصحح ويجب عليهم ان لا يأثيروا. فعلا ردود الافعال من مثقفين ووزراء ومفكرين كانت رافضه بشكل كبير جدا لمثل هذه الاجراءات، لكن بالاخير هناك ايضا ناشطين وهناك قيادات على الأقل في الحراك الجنوبي مؤيدة لمثل هذه الإجراءات. طيب أستاذ عبد الرقيب، أعود إلى المهندس قبل أن أخرج إلى فاصل في دقيقة. رئيس الجمهورية في اجتماعه بالقيادة الجنوبية استنكر هذا العمل وقال بأنه يعني يرسل بذور الشتات والتفرق والتفرقة المنطقية التي تخدم ميليشيات الحوثي، رئيس الجمهورية في لقاء مع قيادات المقاومة الجنوبية. صفحة على الفيسبوك منسوبة لشلال شايع، أنا لا أدري هل هي فعلا صفحته أم لا، يقول أن رئيس الجمهورية يشيد بالإجراءات الأمنية التي تقوم بها السلطة المحلية. نحن أمام تناقض في المواقف، كيف تعلق عليه؟ قد يكون إشادة بالمجمل، وقد يكون مسألة شوف أنا بقول لك، يعني في بعض الأحيان القرار قد يكون صائب، لكن قد يكون هناك نوع من الاختلالات البسيطة في عملية إجراءات التنفيذ، لا أقل ولا أكثر. أما من حيث الخطة الأمنية لإحكام القبضة على عدن، يا أخي العزيز أنا أذكر بعض الإخوان، يعني إذا كان في شريعة السمحاء أن عند الله سبحانه وتعالى هدم الكعبة حجرا أولى من أهون من أن تراق دم، وعدن كل يوم تنزف، كل يوم يقتل منها قيادي، كل يوم يقتل منها بشر، كل يوم فمسألة لما تساوي الموضوع هذا، يعني أنا أقصد أنه إذا كان الإجراء في خدمة عدن يا أخي معلش وإن كان قاسي شوي، وإذا كان هذا الإجراء فيه نوع من التجاوز لا يجب أن التجاوز هذا يقف وتحل كثير من الإشكاليات. هناك نظرة عقلانية فعلا يجب أن تسري. أقصد أنه أخي العزيز لا، أيضا أعيد وأكرر أن مسألة محاولة تهويل الأمر، يا أخي العزيز أنت لما تدخل صفحات الفيسبوك وأنت أيضا أحد الأخوان الناشطين والمتابعين، يعني تجد كأنه الأمر هناك كارثة كبيرة، صح هناك قد يكون هناك اختلال ونحن ضد أي اختلالات، وهم أيضا أبرأوا ذممهم من أي اختلالات وفتحوا صدورهم وأيديهم لمجيء منظمات أو مجيء مثلا جهات لتحقق في الأمر برمته، وهذا جانب إيجابي وقد طالبناهم به من أول يوم، ولكن يعني وكأنها صارت الحدث، وكأن الأمر صار الحدث، بينما الحوثي كل يوم يتقدم، واليوم هذا وصلنا خبر أنه سيطر على أماكن في الوازعية وما زال يتقدم في كل الجبهات، فأريت أن هذا الحماس الذي وجه للنقد في إطار الشرعية أن يوجه صوب البنادق في إطار الحوثي، وبإذن الله تعالى سيتم التخلص منه قريب. إذن المهندس علي المصعبي، سنخرج وإياك إلى فاصل قصير. في الختام أشكر في ختام هذه النصف الأول من هذه الحلقة أشكر الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني الذي كان معنا من عدن، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الرقيب، وسنتابع والمشاهد والمهندس علي المصعبي وأيضا ضيوفنا عبر الهاتف الآخرين. تستكمل هذه الحلقة بعد فاصل قصير، مشاهدينا أرجو أن تبقوا معنا. أسعدتم بالخير مساء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع المهندس علي المصعبي أمين عام حزب جبهة التحرير ورئيس مجلس أبناء بيحان فيما يتعلق بموضوع متطلبات استتباب الأمن وتعزيز أواصر المواطنة والعيش المشترك في المناطق المحررة كلها وبتحديد عدن، موضوع حديثنا لهذه الليلة. أهلا بك مهندس علي. أهلا وسهلا بك. طيب في إطار الإجراءات هناك من
وزير الخارجية الأسبق اللي هو عبد التريب ذكر بعض النقاط، وكان أيضا قال أنه كان من المفترض أن يتم ترتيب هذه المسألة كما أشرت أنت بالتحديد، بدل أن تذهب عشوائيا فيروح ضحيتها مجموعة من البسطاء أو المظلومين. نحن نتحدث عن بعضهم كما أشار عبد الرقيب الهدياني لديه أسرته في داخل عدن، بعضهم لديه استثماراته ومحلاته التجارية في عدن، وبالتالي لماذا لم يتم ترتيب مثل هذا الإجراء بحيث تكون هناك لجان تعمل عملية فرز، تعمل عملية تحقيق، تعمل عملية تثبت يعني بهذا الشكل. والأمر الآخر مسألة الذين لا يمتلكون هوية من أبناء عدن أنفسهم، كيف يتم التعامل معهم؟ أنا أولا أحب أن أشير يعني من جانب تصحيح الوضع على أساس يجب أن يفهم الجميع أن تلك الحملة لا تخص عرق معين أو اتجاه معين، هي كانت حملة وكان من ضمنها أيضا بعض الإخوان من الجنوب، يعني فالقصد أنها تخص الإجراء بحد ذاته حول مسألة من يحمل هوية ومن لا يحملها، سواء كان جنوبي أو من أبناء عدن أو من الشمال أو من ما كان أخي العزيز، هذا جانب. لكن شوف في برضو نوع من يعني تم إخراج ناس من عدن، أقصد من 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 الضالع، من لاحج، من ضمن الحملة يعني بالضبط إلى شبوة ربما حتى إذا الناس بالضبط. لكن إحنا شوف نقصد إنه المشكلة الأهم هو عملية التأكد فقط، لا أقل ولا أكثر. هنالك إجراءات معينة على الجميع أن يحترم فيها النظام والقانون، كما أننا نطالب أن الجهات التي تطبق النظام والقانون أيضا عليها أن تكون أن تراعي مصالح الآخرين. لكن هنالك أمور معينة قد لا تدخل في العقل أو في المنطق، عندما يحدثني أحد أنه صاحب استثمارات داخل عدن ولا يملك هوية، هذا أمر يا أخي ما 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 مش داخل دماغي. يعني لما يجيك مثلا شخص آخر ويقول لك معي مع أسرة كبيرة وجاوا لقطوه فوق بابور وخرجوا، برضو ذا كلام يعني، لأنه من المستحيل أن يكون معه أسرة كبيرة داخل عدن وسكن ولا يوجد معه بطاقة، يعني أقل شيء بيسجل عياله في مدرسة أو في غيره. فبالتالي الحملة هي كالتالي، كانت في إطار من يحمل هوية من لا يحملها، فبالتالي كان الإجراء هو فقط على من لا يحملون هوية. أنا من لا يحمل هوية من أبناء عدن كيف يتم التعامل معه؟ أكيد أنه سيتم التعامل معه للتأكد منه، هل أنت من أبناء عدن من أي حاف، يعني هنالك إجراءات أيضا ستكون متزامنة مع الأمر. إحنا طيب. اللي فقط يعني نشير له أنه لا يحاول البعض تأطير الأمر في إطار شمال وجنوب، لأنه هذا الأمر إذا أخذ هناك كثير من التداعيات ومن الأمور التي قد لا تخدم الجميع. يكفي أن الحوثي قد شارك في تمزيق أو يعني عمل بشكل كبير على تمزيق النسيج الاجتماعي في وأنا أتحدث الشمالية. على موضوع الشعب أما موضوع الجوانب السياسية لنكون ألف دولة، ولكن يهمنا في الأخير أن 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 الإجراءات تلك لا يجب أن تمس لأخوة الشعب ولتماسك الشعب بأي جزء من وضحت هذه النقطة. اسمح لي هنا يشارك معي الشيخ ناصر بن حدور نائب القائد العام الميداني للمقاومة في عدن. مرحبا بك شيخ ناصر. نعم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نتحدث اليوم عن متطلبات ترسيخ الأمن في عدن وفي جميع المحافظات حقيقة، وتعزيز أواصر المواطنة والعيش المشترك. أنت شيخ ناصر كنت مع مجموعة من القيادات في المقاومة الجنوبية، التقوا اليوم مع رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ودار نقاش فيما يخص هذا الموضوع، ما الذي دار؟ أولا نحن في المقاومة التقينا بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي حفظه الله ورحمه، الذي استضر لنا في ظل الشرعية أثناء الحرب وما بعد الحرب، وسنظل على هذا العهد حتى دحر المشروع الرافضي المقيت على اليمن كامل، ونحن مع شرعية في موضوع إدانة هذا العمل إن كان قد حصل تجاوزات من الحملة الأمنية. نقول أن كان لابد أن تراعي بعض المتطلبات الإنسانية لبعض الأخوة في بعض المحافظات الأخرى، وذلك من خلال أن يتم من لم يحمل بطاقة هوية يتم التعامل معه بالإجراءات القانونية المتعارف بها بين في إطار الدولة الواحدة. موقف رئيس كيف تناقشتم مع رئيس الجمهورية هذا الأمر وموقفه خصوصا دان رئيس الجمهورية هذه التصرفات الخارج عن إطار القانون والنظام، فرض القانون والنظام. نحن مع فرض القانون والنظام، نحن مع تثبيت الأمن، مع أي حملة تكون قانونية إجراءاتها قانونية، ولكن
نحن ضد من يعمل تجاوزات ضد اخواننا سواء في الشمال او في الشرق او في الغرب او في اي 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 مكان. نحن مع تثبيت الامن والتاكد والتحري وعمل هذه الحمله. من لا يملك بطاقه شخصيه يتم التعامل معه وفق الاجراءات القانونيه، لكن من يحمل بطاقه هويه سواء كان من تعز او من اب او من معه او من صعده او من حجه، هذا يتم التعامل معه كمواطن. ونحن اذا مشينا في هذا المسار سيكون لها عواقب وخيمه، ومن سيستغل الحرمه والعفاشيين هذا الامر في اتجاه حشد الناس علينا نحن في الجنوب اولا، استغل من وضد الشرعيه في الجانب الاخر. ولكن نحن لقاءنا مع الرئيس كان لقاء ممتاز وأدان الرئيس هذا التصرفات، وإن كانت هذه الحملة الأمنية مش عارفين من الذي قام بها يعني بإطارها الحالي. عفوا شيخ ناصر كيف مش عارفين من الذي قام بها؟ اللجنة الأمنية أصدرت بيان ووضعت هذه النقطة. أيوه وضحت هذه النقطة بالنسبة للإجراءات من لا يحمل بطاقة الهوية، لكن حصلت هناك تجاوزات لمن يحملون الهوية، وهذا هو من يصطاد في الماء العكر. نحن مع قيادة المحافظة ممثلة بالأخ عدروس ومدير أمنها شلال في حفظ الأمن ورباط الأمن، ونشكر دورهم في هذا، ولكن نحن ضد من يمارس الإقصاء على بعض الأخوة سواء من التجار أو الشيخ ناصر أو هناك أجهزة تعمل داخل الأجهزة الأمنية أم خارجها أم ماذا؟ يعني باختصار لو سمحت. الإشكال هنا أن التأهيل للأجهزة الأمنية يتم الآن على قدم وساق، ولكن بعض الخطوات يجب أن لا تؤخذ بهذا المسار وهذا التوقيت. نحن الآن على عتبة حرب، وهذه الحرب لم تكتمل فقط، وإنما لخاف أن يشتغل هذا الأمر في أمور أخرى، تجنيد الحوثي والعفاش لهذه الأمور في إطار حربه ضدنا. شيخ ناصر أكتفي معك عند هذه النقطة، شاكر لك دخولك معنا أيضا وتوضيحك لنا هذه النقطة نظرا لضيق الوقت. الشيخ ناصر بن حدور نائب القائد العام الميداني للمقاومة في عدن، شكرا جزيلا لك. إذن أعود إليك مهندس علي المصعبي فيما يتعلق ب العمل من أجل فرض الأمن في محافظة عدن، شيء في غاية الأهمية، لكن هناك مراقبون ومطلعون وأيضا من يتابع موضوع وملف عدن يجد أن كثير ممن ينفذ الكثير من الضربات الإرهابية والهجمات سواء تفجير أو اغتيال أو غيره ويقع في قبضة الأمن، أغلبيتهم من أبناء محافظة عدن نفسها، فلماذا يتجه الأنظار تتجه نحو الشماليين؟ احنا لا يعني برضو صياغه السؤال بهذا الشكل برضو خطا. يعني وضح يعني شوف الخلايا الحوث عفاشيه كانت معروف انه مجهزها مسبقا، واحنا في الاخير الجزء الارهابي، الارهاب ملوش جنس ولا لجهه ولا لصفه، ولكننا نعلم في الاخير ان اغلب من ينفذ هذا الامور، وان كان هناك جزء من تواطي من بعض ضعفاء النفوس داخل عدن كان سواء كان جنوبي او غيره، لكن في حقيقه الامر معروف ان هناك كان حمل التشكيل، كان هنالك عمليه ارفاد خلال الفترات السابقة تحت عدة أغطية معينة ضمن معسكرات ضمن كذا وهذه التوافدات هي معروفة الانتماء، وليس ولا نتحدث هنا بموضوع الانتماء الجهوي بقدر ما نتحدث عن الانتماء للجهة السياسية التي تعمل معها وهي جهة الحرس الجمهوري والاحتلال الحوث عفاشي. فبالتالي الأمر ما فيه الخلايا التي تم القبض عليها ايضا من الجزاف، ان تقول انهم كلهم جنوبيين مش صحيح. لا كل احد كلهم جنوبيين، انا اقصد ان هناك من هنا ومن هنا. نعم. هناك من هنا ومن هنا، ونحن ندين اي 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 مساله عماله او تبعيه للنظام، وكذلك عدم توجيه اللوم. ولكن الامر الاهم الذي قد يمتاز به الجنوب ويحق لنا ان نفتخر به وتفتخرون به ايضا كجزء من الـ من الـ من الـ من الوطن الكبير بشكل عام، هو ان الحاضنه الشعبيه في الجنوب لا يوجد العفاش ولا للحوثيين اي حاضنه شعبيه، بينما في اماكن اخرى لا تستطيع ان تنكر. ماذا تتحدث نصف اعضاء لجنه الوفد الحكومي الوفد الحوثي في داخل الكويت
معظمهم من او بعضهم من الجنوب. اذا هذا معظم الحاضنه الشعبيه ابناء الجنوب. انا كلامي دقيق اخي مختار. انا اقول الحاضنه الشعبيه، اما مساله التابعين ومساله الحاضنه الشعبيه وضحت. بينما في الطرف الاخر انت تعرف اي الحاضنه الشعبيه. اول امس وعطاش يعني قاعد يسوي مظاهرات في تحت الحره تحت الابيه. أيوة. وقاعد يستعرض بمظاهرته، فالامر نكون دقيقين فيه نوعا ما. وضحت النقطه. اذا اسمح لي هنا اشرك معي نائب وزير الداخليه اللواء علي ناصر لخشع. مرحبا بك سعاده اللواء علي. اهلا وسهلا. سعيدين ان تكون معنا وشاكرين ايضا تجاوبك رغم عتبنا الشديد على كثير من اخواننا واحبائنا في السلطه المحليه. حاولنا ان نتواصل كثيرا ان يكونوا معنا لتوضيح الحقيقه، لكن كان نصيبنا الاعتذار. سعاده اللواء علي ناصر لخشع، فيما يتعلق بالاجراءات التي حدثت والتي اثارت ردود متباينه وكبيره خلال هذا اليوم او ال 24 ساعه الماضيه، ما تعليقك عليها وكيف تنظر اليها؟ شكرا لاهتمامكم يعني بما يحدث يعني في داخل اليمن. شكرا لكم اهلا لاهتمامكم بما يحدث داخل اليمن. نسمعك جيدا، شكرا لك، تفضل. بشكل عام وعدا بشكل خاص ما احب ان اشير اليه هو اننا في محافظة عدن نقع تحت ضغط الجريمة المنظمة التي كل يوم تضرب في مكان ما. فمنذ يعني شهر واحد إلى اليوم حدث في عدن 150 جريمة ما بين تفجير مفخخ وعبوات ناشفة وقتل مباشر للأفراد. نتج عن هذه الحوادث نقتل المئات بقول يعني 350 ما بين شهير وجريح ومعاق. ناهيك عن الاسر التي تضررت بسبب يعني استشهاد ابنائهم او اعاقتهم او اصابتهم. كل هذا جعل رجال الامن وفي المقدمه زملائنا من التحالف الذي يعملوا معنا جنبا الى جنب ومرافقه الشكر والترغيب لهم تحت ضغط كبير جدا للقيام باحتواء مثل تلك الاعمال الاجراميه التي نعم. كانت تظهر كل يوم في عدن. حقيقه يعني تلك الاجراءات التي تحدث بالامكان ان يكون هنا خطا وهنا خطا، لكن ما اريد ان اقولها انا. ان اخواننا في الشرعيه بكل يعني مكوناتها وما فيها الاعلام بدلا من ان تتناول مثل هذه القضايا بالتصحيح وايضا يعني التدقيق في المسارات الصحيحه يتم احيانا يعني استخدامها لزياده الاعباء على ما يعملوا في الداخل. صحيح، لكن دعنا سعاده اللواء نركز على لان الوقت معذرة. اللي يقول انه نحن نعمل ولا ندرك مسؤوليتنا، انا بقول لكم هذا خطا كبير جدا. من الساعات الاولى عندما تمت العمليه كان الاخ محافظ محافظه تعز على اتصال بنا. وكنا نناقش تلك الاخبار وتلك المعلومات اللي جت انه هناك في ارباك او قد تكون في تجاوزات في تلك الاجراءات. واتفقنا مع بعض اننا نقف يعني بمسؤوليه مع يعني هذه الحمله الامنيه ولكننا لا نسمح باي تجاوزات. قلنا للاخ المحافظ انه اي شخص يعني تم يعني توجيهه بالعوده الى تعز يعني وهو عنده بطريقه وهو عنده عمل فبامكانه ان يفكر في الموضوع ويعيد لنا ومستعدين نحن ان نتخذ اجراءات ضد من قام بهذا العمل. أما بدون هويات لا نذهب شيء بعيد، نقول انه في ترحيل يا اخي في توجيه لهم ان يذهبوا الى بيتهم لا في بيت اصدقائهم ويعودوا الى داخل عدن.
لا، النقطة هذه سعادة اللواء في غاية الأهمية، لو سمحت لي أيضا، وجودك مهم بالنسبة لنا، وحتى نستوضح من كثير من النقاط. الآن هذه الرؤية التي أطلقتها، إنه الآن بإمكان الذين تم ترحيلهم أو نسميه نقلهم إلى أماكنهم أن يقطعوا بطائق تعريف هوية ويعودوا لممارسة عملهم، ليس هناك استهداف لشمالي أو جنوبي أو شيء من هذا القبيل. ومن قال غير هذا الكلام؟ السلام. لا، أنا أريدك تؤكد على هذه النقطة. الإعلام كل الذي تتحدث عنه يثير مثل هذه النقاط. يا أخ محضار، أنا بقول لكم يعني وأنا مصور هنا أنه لا يوجد أي توجيه إلا من قريب ولا من بعيد، بأنه من قادر عدم بسبب أنه لم يحمل هوية أنه لا عاد يدخل اليمن أو لا يدخل يعني عدم. هذا كلام يعني غير مسؤول. جميل. يعني المسألة يعني تتركز في كيفية نحن نتأكد من هوية الناس. أنا بقول لكم وهذا الأخير أنه عندي 150 مطعم في جرائم القتل هذه، 70% منهم لا توجد معهم يعني أي هويات، جالسين على حرار مع 13 أشهر. من أين هذا الإنسان؟ في ناس أيضا قتلوا بهذه التفجيرات وبالقتل العام يعني بالدراجات، برضه لا يوجد معهم أي هويات، ما عرفوا منهم، وظلت جثثهم مرمية في الدراجات وفي يعني المستشفيات. هذا عمل يعني القصد منه هو تنظيم حياة الناس والحفاظ عليها. أما من يقول إن هذا عمل جنوبي الشمالي، فعليه أن يقول من هم اللي يضحوا اليوم مع أخوانهم في القتال في تعز. إذن اليوم في دماغنا مع بعض، ونحن نعتذر هذا الكلام، ولا أحد يخفض في الماء العتب. أقول هذا الموضوع يعني إذا في إشكال يعني أرجع لأخذ محافظ تعز يعني متواصل مع محافظ عدن، ونحن كذلك ونقول ومن قناتكم أن أي شخص تضرر من هذا الإجراء يعني بصورة أخرى يأتي إلينا، ومستعدين نحن أن نأخذ بحقه ممن يعني قام بأي فعل لا يتناسب والتوجيهات التي أعطيت. إذن اسمح لنا سعادة اللواء علي ناصر الأخشاع، أولا أن نشكرك كونك الجهة الرسمية اللي قبلت أن تكون معنا على شاشة قناة سهيل، ونوضح كثير من هذه النقاط التي في الحقيقة يعني لم تظهر الجهات الرسمية لتوضح كثير منها. نحن أمام بيانات، البيانات هذه بعضها وضح بعض اللبس ولم يزل بعض الآخر. فقط المهندس علي المصعبي هنا يريد استأذنني في شيء. كيف حالك يا فندم علي؟ يعني اللواء علي ناصر الأخشع، كيف أنت وكيف صحتك؟ ونحن بس فقط نحب من خلالكم الله حييك، نحب أن نشير لكم وفقط عن تأييدنا لكل الخطوات التي تقومون بها وكل الإيضاحات الرائعة التي تحدثت فيها والتي وضعت فيها أيضا النقاط على الحروف حول مسألة عدم تضخيم الأمر وعدم استغلال بعض الجهات الإعلامية له أو بعض الناشطين، ووضعت فيها أيضا نقاط على الحروف أن الأمر لم يستهدف جنسا بعرقا بعينه أو جهة بعينها. ونشد على أيديكم وعلى أيدي قيادة المحافظة في عدن وفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم المنطقة. فقط أعود إلى اللواء علي ناصر لأستوضح منك بعض الأشياء، من ضمنها مثلا الآن من تم خروجهم من هذه المحافظات، هل هناك إجراءات لعملية عودتهم؟ هل هناك وسيلة للتواصل مع السلطة المحلية، خصوصا أن هناك البعض منهم كما يتم الحديث أسرهم وأماكن عملهم وممتلكاتهم موجودة في عدن؟ سعادة اللواء أنت معي. كما قلت لك إننا من اللحظة الأولى كنا متواصلين مع محافظ تعز محمد المعمري، وتم التواصل واتفقنا مع بعض إنه أي شخص يعني من هؤلاء الناس اللي عادوا إلى منازلهم يعني بإمكانه أن يقتل بهويته إذا عنده عمل، ويتفضل أن يدخل إلى عدن ولا هناك مشكلة. أيضا إذا كان في أي أشخاص يقولوا أنهم عندهم هوياتهم وأنهم خرجوا من أماكنهم، فليتم
شعارنا بهؤلاء الاشخاص ونحن سنتقدم الاجراءات الكامله. جميل. من هو اللي بياخذ واحد من من من, من متجره وبيقول له اذهب الى تعز واترك المتجر حقك؟ يعني هذا كلام جميل. انا اقول طيب مبالغه. استغل ايضا وجودك واستاذن ايضا المهندس علي المصعبي لانه في كثير من الاشياء يمكن نريد ان نوضحها للمشاهد، من ضمنها هناك حديث على ان الحمله ستستمر، هكذا ربما اشار البيان الخاص باللجنه الامنيه في محافظه عدن. ما المطلوب من المواطنين في عدن وخصوصا من ابناء المحافظه الشماليه لتجنب مثل هذه المواقف؟ انا اقول انه مطلوب من المواطنين في عدن اولا ايا كان هذا المواطن في عدن، مطلوب منه ان يحمل هويته على مدار الساعه عندما يخرج من منزله او يخرج من مكان اقامته، والا يتركها في هذه الاوضاع اللي نحن نعيش فيها. ومن لا يملك اقامه؟ هذه الحق، ومن لا يملك اقامه عليه ان يتوجه الى اداره الاحوال يعني في محافظه عدن، وأن يسجل السابع عن فقدانه لهذه الهوية، وبالتالي يأخذ تصريح يعني من يعني إدارة الأحوال المدنية وفقا للبلاغ اللي بيقدمه، هذا التصريح سيكون تأكيد له أنه فقد هويته بأسباب 1-3 وأن هناك إجراءات لإستعادة الهوية. شكرا جزيلا لك. يعني اللواء تريد أن تقول شيء تفضل. واقول ان الحمله بتستمر يعني لابناء يعني الساكنين في عدن بكل مختلف طوائفهم. سلام. يعني شكرا جزيلا. اللواء علي ناصر الاخشع نائب وزير الداخليه، اشكرك جزيل الشكر لقبولك ان تكون معنا ولتوضيحاتك كلها التي ادليت بها. طبعا لم يعد لدي اي وقت، اترك لك فقط لتختم في اقل من دقيقه. والله احنا نشد على كل الاجراءات التي الأمنية التي تعزز من أمن واستقرار عدن، وليست عدن وليست عدن أي اختلالات بالضبط، مع مراعاة حلول كل القضايا التي قد تفسر للأسف الشديد من هنا أو من هناك، مراعاة أيضا أحوال الناس، ولكن بذات الوقت بنفس تشديدنا على مراعاة تلك إلا أننا نشد على أيدي الأمن، نشد على أيدي قيادة المحافظة، نشد على أيدي قيادة وزارة الداخلية بأن تستمر في تثبيت الأمن والاستقرار، ليس فقط في عدن ولكن في كل المحافظات المحررة بإذن الله تعالى، وهذا ما نتمناه وما نرجوه في القريب العاجل حتى يتم تحرير آخر شبر من المنطقة اليمنية برمتها من الاحتلال الحوت عفاشي. شكرا جزيلا للمهندس علي المصعبي أمين عام حزب جبهة التحرير ورئيس مجلس أبناء بيحان. شكرا جزيلا لك أستاذ علي. شكرا جزيلا لك أخي مختار. لكم أيضا تحياتي وشكري مشاهدينا الكرام، تابعتمونا وشرفتمونا بمتابعتكم من خلال شاشة قناة سهيل وعبر برنامج مستقبل وطن. تحياتي وتحيات جميع الزملاء لكم، استودعكم الله، إلى اللقاء.